بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ هذا اليوم بتوقيع اتفاقية ما بين مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن سيد وبين بلدية دير علة ومعدي. نشكر الشركة المذكورة ونشكر السفارة الكندية والحكومة الكندية والشعب الكندي على هذه الدعم لهذه البلديات، وهذا المشروع سيوفر على بلدية دير علة الوحدة حوالي 250 ألف دينار بالسنة، قيمة الاشتراكات الكهربائية والمصاريف الكهربائية اللي عليها. سيتم تحويل هذا المبلغ إن شاء الله في كل عام لخدمة المجالس المحلية وخدمة المواطنين في لواء دير علة.